محمود فؤاد تحياتي لحضرتك. اهلا استاذ احمد، اهلا بحضرتك. استاذ ضياء رأفت تحياتي لحضرتك. اهلا وسهلا احمد بيه. استاذ حماده سهل. ابراهيم تحياتي لحضرتك. اهلا بيك يا احمد بيه، اهلا بحضرتك. هبدا من عند حضرتك. اتفضل يا فندم. عاملين ايه للناس في انتوا خير زمان مش كده؟ مجموعه خير زمان. مجموعه خير زمان يا فندم. عاملين ايه للناس؟ احنا مش خير زمان بس، احنا خير زمان مترو فريش فود، احنا مجموعه مجموعه منصور. بالظبط، مجموعه منصور. نعم. ولبنيتا وسانشاين، واحنا عندنا يعني كل ما تتخيله حضرتك في مجموعه منصور باذن الله. اجي لكم ليه وما اروحش لحد تاني؟ عشان اسعارنا، وعشان الكواليتي بتاعتنا، عشان الجوده بتاعتنا، وعشان المصداقيه. دي اهم حاجه. ان حضرتك تقدم عرض النهارده وتلاقيه متواجد. مش قصه ان انا اعمل بروباجندا واطلع وانا مقدم عروض وفي الاخر يخش العميل ما يلاقيش السلعه موجوده. مجمل تخفيضات تقريبا قد ايه؟ احنا حضرتك بنتراوح من 30 ل 35% تخفيضات. تخفيضات. انا عايز اقول لحضرتك السنه دي بفضل الله احنا، ولا انتوا زودتوا شويه وبعدين نزلتوا؟ لا يا فندم، احنا ما بنشتغلش كده يا فندم. لا قول لي بس يعني. لا احنا ما بنشتغلش كده خالص. احنا دلوقتي على عينك يا تاجر. ادي مجله فيها اكتر من 1200 ايتم كويس، وادي مجله تاني بتاعت مترو فيها برضو 1200 الأصناف. ايتم. الاصناف حضرتك كلها. من الابره للصاروخ، كل ما يحتاجه البيت المصري في شهر رمضان حضرتك موجود في المجله دي مترو، في مجله خير زمان وفي مجله مترو. كويس. ليه؟ العميل اللي عايز يروح مترو بنقول له اهلا وسهلا بيك، العميل اللي عايز يروح خير زمان وعايز يشتري ويوفر يروح خير زمان. حضرتك احنا ما بنش يعني، قول لي الاول على ال 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 الشنط اللي قدامنا. بصوا حضرتك احنا مقدمين دلوقتي، انت عارف ان اهل مصر جيدين. نعم. واهل كرم. نعم. وكل واحد بيتسابق في فعل الخير. فاحنا عاملين دلوقتي ثلاث مقاسات من الشنط. عندنا شنطه ب 100 جنيه وعندنا شنطه ب 85 جنيه وعندنا كرتونه مترو ب 75 جنيه. كويس. حضرتك لما الشنطه الاولانيه ب 100 فيها ايه؟ هقول لحضرتك فيها خيرات، فيها خيرات كثيره. يعني انا عايز اقول لحضرتك وزنها كام الاول؟ دي تخش لها مثلا في 17 كيلو. 17 كيلو. اول واحده. عايز اقول اللي هي اللي هي 100 جنيه. اللي هي دي. اسره اربع افراد في الشهر. عايزه سلع استراتيجيه. فالنهارده بنتكلم ان شاء الله شنطتين من دولك ب 200 جنيه يقضوها الشهر. فيها ايه؟ فيها ايه يا فندم؟ فيها اتنين زيت 700 جرام عشان نبقى واضحين. فيها حضرتك 4 كيلو رز. فيها ابو 5 ولا ابو 8 ولا ابو 10؟ بص يا فندم احنا عندنا رز بيطر. وفي الكسر. ايوه يا فندم. وفي اللي مش عارف ايه. في انهي فيهم؟ هقول لحضرتك. هقول لحضرتك على حاجه. انا راجل فلاح يعني ومزارع. اربع يعني. فيها اربع رز. ايوه. نسبه الكسر بتاعتهم 15 ل 20%. وفيها كيسين رز نسبه الكسر فيهم 8%. اللي هو الرز الشعبي اللي احنا بناكله. احنا مش حاطين رز اللي هو البريميوم. لان البريميوم ده سعره غالي. تمام. ولكن البريميوم موجود حضرتك في مجله مترو. خليني في المتاح. في المتاح اللي الشعبي. كلنا احنا عندنا الشعبي حضرتك فيه اربع اكياس. اربعه واثنين. اربعه رز. ست اكياس رز. سته رز. ايوه يا فندم. ما اعتقدش ان اسره اربع افراد تاكل 6 كيلو رز. ده هو البني ادم يعني نص كيلو رز عايش على رز. وبعدين عايزين نقتصد شويه عشان نمشي الامور. لا ما نقتصدش، خليهم ياكل ربنا يديهم الصحه ويتبسطوا. نعم ماشي. وفيها حضرتك فيها فبتقول لي ازازتين زيت. ازازتين زيت. 6 رز. 6 رز. ايوه. فيها حضرتك فيها 10 اكياس مكرونه 350 جرام. سعر المكرونه 195 قرش. يعني حضرتك لو مش هتشتري الشنطه روح اشتري ب 195 قرش مكرونه. اشتري ماشي كيس. يعني ال 10 ال 5 ب 10 جنيه. نعم. ايه تاني؟ ماشي. عندنا حضرتك فيها كيسين كمان 750 جرام. الكيلو ب 5 جنيه ال 750 جرام ب 5 جنيه 75 قرش. ماشي. فيها حضرتك ملح. فيها صلصه. فيها ازازه سمنه 700 جرام. فيها مش كيلو لحمه؟ فيها فندم. في لحمه. ما احنا عندنا لحمه. انا عايز اقول لحضرتك الشنطه دي ما فيهاش لحمه. عندنا لحمه وفرخه. ما احنا بندعم حضرتك تاخد الشنطه. نعم. وتاخد معاها اللحمه. نعم. عاملين اللحمه بكام بقى يا فندم؟ بكام؟ ودي المفاجاه. عندنا لحمه ب 64 جنيه. وعندنا لحمه ب 86 جنيه. لحمه سوداني محترمه يا فندم. سوداني يا فندم. مدبوحه في مصر. مدبوحه بكام السوداني عندكم؟ مش مجمده. مدبوحه في مصر بكام؟ عندنا بتتراوح سعرها من 86 لحد 106. وده أزيد حضرتك من السوق. ازيد من التموين وازيد من 86 جنيه يا فندم. اللي هو كمال ده دلوقتي ب 80 في الجيزه. ما هي دي الحكومه يا فندم بقى. دي الحكومه. احنا بندعم. احنا بندعم يا فندم. وده حضرتك كله موثق بمجله. حضرتك طيب. تخش اللحمه من 86 ل 100 ل 106 بالظبط، اللي هي البريميوم اللي هو عرق الروستو وعرق الفيليتو التريبيانكو. فدي حضرتك دي الحته البريميوم اللي في الذبيحه. كويس. اللي هي في البلدي عندنا دلوقتي بتخش ب 170 و 160 جنيه. طيب
فالشنطه دي فيها فيها حاجه تانية غير الصلصه والملح وال فيها الرز والسمنه والزيت فيها اتنين سكر كمان سكر. يا فندم سكر. اتنين سكر كويس ماشي يعني 2 كيلو يعني فيها رز 2 كيلو ولا 2 كيلو سكر لا 2 كيلو سكر يا فندم كيلو كيلو احنا واضحين جدا ما بنحاولش نتحايل لان في ناس بتنزل السكر ب 8 جنيه وب 7 جنيه ونص لا اصل هو الكلام ده هو يشوف بكره الشنطه ويحسبوها بالوحده يا فندم بالوحده انا بقول لحضرتك في اي فرع من فروعنا طيب استاذ ضياء كمل بعد اذن حضرتك كمان